السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقاتنا لهذا الأسبوع من برنامج حصاد الصحافة، والذي من خلاله نبرز لكم أهم ما جاء فيها من عناوين ومقالات للرأي والتحليل السياسي خلال الأسبوع الكامل، وحول أهم وأبرز القضايا، كما نعرج على الصحف العربية والعالمية لاختيار أهم المواضيع التي يتم تداولها خلال الأسبوع. وبعدها ننتقل لآخر جولة للصحافة في حصاد الأسبوع، وهي رسوم الكاريكاتيرية. أهلا بكم. نبدأ إذن حلقتنا هذه من برنامج حصاد الصحافة بقراءة أبرز عناوين هذا الأسبوع من عدد من الصحف والمواقع، والبداية من صحيفة الثورة الرسمية ونطالع فيها. نائب رئيس يشيد بالمساعي الأمريكية في تمديد حظر السلاح على إيران ومواجهة إرهابها في المنطقة. نائب رئيس الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا بقائد محور بيحان. ورئيس الأركان: الشعب اليمني على موعد مع النصر ونهاية الحوثي قريبة. وننتقل إلى موقع 26 سبتمبر، حيث أبرز في عناوينه ما يلي: نائب رئيس الجمهورية يلتقي سفير روسيا الاتحادية لدى بلادنا. قائد محور تعز يتفقد الحملة الأمنية في التربة ويؤكد المضي في تثبيت دعائم الدولة. ناطق القوات المسلحة: انتصارات استراتيجية لأبطال الجيش والميليشيا الحوثية في انهزام مستمر. كما نتابع العناوين التالية في موقع صحيفة المغرب بريس، والتي أبرزت العناوين التالية: مصادر دبلوماسية تكشف ما أخفى مجلس الأمن عن الإعلام، إفادة صريحة ولغة شديدة اللهجة لجريفيث وحقيقة موقفه من الهجوم على المغرب وكواليس مشاوراته مع الحكومة والحوثيين. 10,000 نازح يمني في مأرب يتعرضون للهجمات الصاروخية من ميليشيات الحوثي. وأخيراً، الجيش الوطني يعلن تحقيق تقدمات استراتيجية في 5 محافظات. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نبدأ قراءة بعض من مقالات الرأي والتحليل، ونعرج على أهم ما كتب فيها، وبداية مع موقع صحيفة عدن الغد، نسلط فيها الضوء على مقال للكاتب صلاح السقلدي بعنوان: حول استحداثات جزيرة العمال. ويستهل الكاتب مقاله قائلا: حتى وإن كان مبرر هو أمني وليس للبسط، فليمكن القبول بقضم أو تدمير معالم جزيرة مهمة كجزيرة العمال في عدن. وأكمل قائلا: فالاستحداث بقمة جبال الجزيرة يجب التصدي له بحزم أيا كان المبرر وأيا كانت الجهة التي تقوم به، حتى وإن كانت أمنية حكاية إقامة مواقع أمنية هي حكاية سخيفة، حتى وإن كانت لغرض أمني فعلا سخافتها بأنها تتحدث عن جانب أمني رأس الجبل، فمن المعيب تدمير هذه الجزيرة الفريدة باسم المصلحة الأمنية، كما أنه سيكون من الجرم تحويلها إلى خندق قتالي لمواجهة القادم بحسب ما يشاع. السلطات الأمنية في عدن بررت الواقع بأنها لشق طريق لقمة الجبل لدواع أمنية عند الضرورة وليس لغرض البسط أو الاستثمار.
وأضاف الكاتب أن هذا المبرر لا يفرق كثيرا بين أن أو لا يفرق كثيرا بين إن كان الغرض أوليا أو عملية بصد، طالما والجزيرة ستتعرض للعبث والتشويه، فهذا إقرار أمني بالتعدي على معالم الجزيرة حتى وإن كان لدواعي أمنية مزعومة، يجب وقفه فورا ومحاسبة من أمر به ونفذه. كما تم وقف سواه من التعدي في مملاح المدينة قبل فترة على سبيل المثال وليس للحصر، وسطرد قائلا: فمثلما تصدينا للعبث بهذه المدينة طيلة ربع قرن، حتى وإن لم تفلح جهودنا حينها بحكم سطوة القوة العسكرية وعسف العسكر، فسنواصل التصدي لكل عابث بمعالم عدن وإرثها وتراثها وسواحلها وبرها وجبالها وقلاعها ودور العبادة ومخطوطاتها وتسجيلاتها الصوتية والمرئية ومعابدها وأسوارها وهضابها وصهاريجها وعملاتها النقدية وهويتها وفولكلورها وغيره من التراث المادي والمعنوي الذي يمثل جزءا من التراث الإنساني العالمي. وختم الكاتب: فطالما بقي هذا الخطر ستكون الجهود قائمة دون هواد أو مدهنة في مواجهتها، مواجهة متجردة من أي حسابات جهوية أو سياسية أو حزبية، كما سيظل الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية حاضرا، ونحن نتصدى لكل عابث وفاسد سواء كان فردا أو جماعة أو تحت أي مبرر، سنتصدى له دون انتقاء أو تمييز أو منطلقا من تصفية حسابات ضيقة مقيدة. نواصل مشاهدينا مقالة رأي والتحليل السياسي، وننتقل لصحيفة عكاظ السعودية ونسلط الضوء على مقال للكاتب السعودي عبد الرحمن الطريري بعنوان: انتصار وهمي جديد لإيران. يستهل الكاتب مقالته قائلا: سعت الولايات المتحدة لتمديد قرار حظر الأسلحة على إيران الذي ينتهي في أكتوبر القادم، ولم يكن اللافت أن ترفض القرار روسيا والصين، بل أن تمتنع دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن التصويت مما يشبه الرفض المبطن. ويضيف قائلا: حظر بيع وشراء الأسلحة على إيران يمتد ل13 عاما، ونرى عبثها في كل مكان وصلت إليه ميليشياتها، وبالتالي فرفع الحظر يعني أن قدرتها على التدمير سترتفع ولن تكون مضطرة لتهريب الأسلحة، بل ستشتريها علانية وتعرض المنطقة العربية تحديدا لمزيد من القتل والتهجير. رفض فرنسا للتصويت لا يبتعد عن رغبة الرئيس الفرنسي في الحصول على دور في لبنان. هذا الدور يبدو أنه أسهل عليه أن يتعايش مع حزب الله ويعيد تأهيله، على أن يحد من النفوذ التركي في عكار وطرابلس كجزء من المنافسة التركية الفرنسية في المتوسط التي يبدو ملعبها الرئيسي ليبيا. يشير الكاتب إلى أن ألمانيا، حيث برغم أنها حاضرت أخيرا حزب الله اللبناني بجناحه العسكري ووجدت في مقرات تابعة للحزب نترات الأموليوم وهي على ما يبدو المادة المفضلة للحزب، إلى أنها امتنعت عن التصويت برفقة بريطانيا وفرنسا، ما يشير لرغبة أوروبية بالحفاظ على مصالح اقتصادية مع إيران، خاصة لو تغير ساكن البيت الأبيض وربما رفعت العقوبات. ورغم الإدراك الكامل بأن إيران أخطر دولة على الاستقرار العالمي بما يتجاوز خطورة كوريا الشمالية، وأنها تدعم تحويل عدة دول عربية لدول فاشلة وتعزز بشكل مباشر ازدياد موجات الهجرة لأوروبا، وتقوم على الأراضي الأوروبية بتصفية المعارضين بالإضافة إلى تجارة المخدرات وغسيل الأموال، إلا أن البراغماتية الأوروبية تتجاوز كل ذلك إلى المصالح.
وختم الكاتب بأنه تأتي هذه القراءة السياسية للمحاضر تتويجا للجهود الأمريكية منذ انسحابها من الاتفاق النووي في عام 2018 التي تهدف لتحقيق حملة ضغوط قصوى على الاقتصاد الإيراني تؤدي إلى جلوسه على طاولة المفاوضات في أحسن الأحوال، وبالتالي تحقيق اتفاق أشمل من النووي عوضا عن الاتفاق المشوه الذي وقعته إدارة باراك أوباما. نصل مشاهدينا الكرام نحن وإياكم إلى آخر مقالاتنا السياسية، وهذه المرة من موقع الثورة نت للكاتب الدكتور عادل الشجاع: مأرب تصنع نصرها. استهل الكاتب مقالته بالقول بأنه نرفع لمأرب ومقاومتها القبعة إجلالا واحتراما وتقديرا. لقد سجلت انتصارا مؤكدا على عصابة الحوثي الإرهابية التي اعتادت أن تحشد كل طاقاتها لتحقيق نصر سريع وبأي ثمن، لكن مأرب ليس لها ثمن، فقد أثبتت مأرب أن الحوثي كذبة كبرى تبقيها على قيد الحياة مؤامرات إقليمية ودولية تمنع فتح جميع الجبهات في وقت واحد خوفا على هزيمتها وتنقذها حين تتعرض للهزيمة، كما حدث لها في الحديدة حينما تداعى العالم لوقف معركة تحرير الحديدة حينما كانت هذه العصابة تتلنه هناك، واستطرد قائلا: مأرب أذاقت هذه العصابة مرارة الألم وأطعمتها الرعب وأجبرتها على الفرار من أرض المعركة وهي تجر أذيال الخيبة والهزيمة. لقد انتصرت مأرب لأنه لا بديل للانتصار إلا الانتصار، وسيسجل التاريخ أن مأرب وحدها انتصرت، وأن من يزعمون مقاومتهم للحوثي تركوا مأرب تواجه مصيرها لوحدها في الميدان، بل إن بعضهم مد يده للحوثي نكاية بمأرب وأهلها الأبطال الذين انتصروا لثورة 26 من سبتمبر من قبل وينتصرون اليوم للجمهورية والعزة والكرامة. سيسجل التاريخ عبثية أولئك الذين استمروا أكثر من 5 سنوات وأضاعوا على شعبنا زمنا وفرصا حقيقية، وأبعدوا عنه سنوات عديدة إمكانية التحرر ونيل الحرية والاستقلال. وسيكتب عن المتقاعسين في الدخول إلى المعركة التي تعد جولة وحلقة من حلقات حرب التحرير الكبرى وهي قادمة لا محالة. ويؤكد الكاتب إن مأرب هي أيقونة اليمن ودرعها الحامي، وستبقى قبائل مأرب معجزة الانتصار، فمنها وبها انتصرت ثورة 26 سبتمبر وعندها انتهت الملكية لتشرق شمس الجمهورية، وهي اليوم تبعث رسالة لأولئك الذين ينكرون الانتصار والذين لا يرون في مأرب شعبا يصنع نصره. وإلى أصحاب القلوب التي ملأها الخوف من الحاضر والمستقبل وأصحاب النفوس التي يقتلها أن ترى مأرب تنتصر لأسباب إيديولوجية، وكذلك أصحاب الأرواح المتشائمة التي يأست من الكرامة، نقول لهم: مأرب تعيد لكم العزة والكرامة. مأرب تحتفل اليوم بهزيمة الذين ارتضوا الهزيمة وارتضوا بالعجز وبقلة الحيلة، وتقول لهم: إن من يمتلك قراره ويعرف هدفه ويعشق أرضه ويثق بنصره لا بد له أن ينتصر، فاخلعوا نعالكم، إنكم في مأرب التي مرغت بقبائلها ومقاومتها أنف الحوثي في التراب وجعلت مقاتليه من المغرر بهم يتساقطون كالعهن المنفوش. مأرب الصامدة هي كلمة ووجهة وموقف واحد ضد عصابة الحوثي وكل من يدور في فلك إجرامها، وعلى القبائل الأخرى أن ترفع بنادقها إلى جانب بنادق قبائل مأرب دون تراجع، فالحوثي اليوم أكثر ذلة وهوان يتخبط في مأزقه، فمأرب أول جرعة كيماوي ضد سرطان الحوثي المتفشي. لقد ظنت عصابة الحوثي وزين لها ظنها أن بمقدورها اجتثاث مقاومة مأرب وتحطيم إرادتها
وإلحاقها بركب الهزيمة والمهزومين إلى أن مأرب بأبنائها وبالمهجرين قصرا إليها من قبل الحوثيين استطاعت أن تمرغ أنف الحوثي على أبوابها وستمرغه كلما حاول النظر إليها. وهي فرصة لكل من غرر به الحوثي أو ساقه بقوة السلاح إلى المعركة أن يسلم نفسه لإخوانه في مأرب أو في أي جبهة من جبهات القتال. كونوا مع جمهوريتكم وعلمكم الوطني، ولا تكونوا مع الكهنوت عدو الثورة والجمهورية وعدو حريتكم وكرامتكم. وختم قائلا: ستظل عصابة الحوثي الإرهابية تضمر الشر ولن تقطع التواصل مع آمالها الخائبة رغم كل ما أصابها من جروح غائرة. لهذا لا بد أن تبقوا بنادقكم مرفوعة مع العلم الجمهوري الملون بدم آبائكم وظلام آبائهم وبياض النور الذي يضيء مستقبل اليمن. فكونوا لهم بالمرصاد متسلحين بحقكم في الحياة، وتبقى حرية وطنكم دليل إشعاع معززة بإيمانكم لتحفظوا به الجمهورية بعد أن توهمت هذه العصابة أنها قادرة على إسقاطها. لقد عجزت هذه العصابة عن تهذيب نفسها وهي مستمرة في مواجهة اليمنيين وتحريض العالم عليهم. تبحث عن دور لها من خلال غريزة وحشية مدمرة بعيدا عن الدور المتمدن والحضاري، وبالرغم من كثرة القتلى الذين خلفتهم وراءها في معركتها في مأرب، إلا أننا حزينون أن هؤلاء القتلى هم من أبناء اليمن الذين غررت بهم هذه العصابة أو دفعت بهم كرها، بينما أبناؤها يعيشون مرفهين ويأكلون أموال الناس بالباطل. مشاهدينا، في جولتنا عبر الصحف لهذا اليوم اخترنا لكم بعضا مما أوردته صحف عربية وعالمية في الوقت الذي تعزز فيه الدول إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا الجديدة. اختارت بعض الصحف تسليط الضوء على الخسائر الاقتصادية التي تسبب بها الفيروس منذ ظهوره قبل حوالي شهرين. صحيفة العرب قالت: التداعيات الاقتصادية العالمية لتفشي الفيروس. إن التداعيات الاقتصادية التراجيدية لتفشي الفيروس في أنحاء العالم أخطر بكثير من أزمة تحوله إلى وباء عالمي بعد أن بات يهدد بانهيار اقتصادي شامل. رأت الصحيفة أن خسارة الأسواق العالمية لمئات مليارات الدولارات، ما هي إلى القمة الطافية من جبل الخسائر التي تسبب فيها فيروس كورونا، تأتي لتضاف إلى أزمات أخرى وحروب ومجاعات يواجهها العالم. صحيفة لكخوا سلطت الضوء على جزيرة ليسبوس اليونانية وقالت: أعمال عرف تشهدها جزيرة ليسبوس اليونانية. شهدت جزيرة ليسبوس اليونانية أعمال عنف، وهي التي يعيش فيها أكثر من 30,000 لاجئ تحاول التغلب على انقساماتها بعد أعمال عنف تعرض لها اللاجئون وعمال الإغاثة الأسبوع الماضي. تضيف الصحيفة أن سكان الجزيرة يطالبون دول الاتحاد الأوروبي بتضامن أكبر. وفي افتتاح حياة صحيفة لكخوا الفرنسية: الاحتجاجات التي شهدتها وتشهدها مناطق كثيرة في العالم لا يقف وراءها عامل واحد. إن الاحتجاجات التي شهدتها وتشهدها مناطق كثيرة في العالم لا يقف وراءها عامل واحد، لكن مقاربتها تكشف شعورا بغياب العدالة الاجتماعية وعدم رضا عن المسؤولين السياسيين المتهمين غالبا بالفساد. صحيفة لكخوا تدعو في الافتتاحية إلى وضع حد للاغتناء الفاحش لقلة صغيرة ومكافحة الملذات الضريبية، ودعت الصحيفة المسؤولين سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين إلى إعطاء المثل وإظهار أنهم يفكرون في الصالح العام بقدر ما يفكرون في مصلحتهم الخاصة. كما نقرأ في موقع مجلة الكيل المغربية حول الاستياء الروسي من أداء تركيا في شمال غربي سوريا: توقعات في موسكو بتفاقم الموقف واندلاع مواجهات جديدة.
تزايدت الترجيحات في موسكو حول احتمال احتدام الموقع في إدلب على وقع الانتهاكات المتواصلة والصراعات الداخلية بين الفصائل المسلحة وفشل تركيا في ضبط الموقف. واللافت أن خبراء روسيا ربطوا بين الوضع المتفاقم في إدلب وخطوات موسكو لتعزيز وتوسيع حضورها العسكري المباشر على الأرض في إطار الاتفاق الجديد الذي وقعه الروس مع السلطات السورية أخيرا لتوسيع مساحة الأراضي الملحقة بقاعدة حميميم قرب اللاذقية. ما زلنا في هذه الجولة حيث صحيفة الألتينيو وهي صحيفة بوليفية حنونت وقالت: الأمم المتحدة تدعو السلطة الليبية للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق. دعت الأمم المتحدة السلطات الليبية إلى التعاون مع بعثة تقصي الحقائق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في ليبيا منذ سقوط نظام عمر القذافي في 2011. جاء في بيان: تدعو البعثة الأطراف الليبية المعنية إلى تقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا. وفي مجلة موسكو تايمز حيث عنونت بالعنوان التالي: حمدوك يتعهد بالتعاون مع المحكمة الجنائية. حكد وزير أو رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استعداد الحكومة الانتقالية الكامل للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من ارتكب جرما في حق الشعب السوداني. وكشف حمدوك عن أن حكومته بدأت بالفعل خطوات عملية لاستعادة الشركات الأمنية والعسكرية، وأشار إلى أن دعم الكهرباء والغاز والدواء والمدخلات الزراعية سيستمر، بينما سيتم رفع الدعم تدريجيا عن البنزين والغازولين. إلى موضوع آخر، هذا السؤال: هل يمكن للكلاب أن تكشف عن الإصابة بسرطان الثدي؟ سؤال تطرحه صحيفة الباريزيان وتقول: أكثر من 400 سيدة ستشارك في أول تجربة سريرية تكشف عن الإصابة بسرطان الثدي عبر الكلاب. معهد ماري كوري يعتزم القيام بتجربة لأكثر من 400 سيدة ستشارك في أول تجربة سريرية تكشف عن الإصابة بسرطان الثدي. يستطيع من خلالها بعض الكلاب الكشف عن سرطان الثدي عبر شم رائحة العرق، تجربة رائدة لا تحتاج لوجود سيدة في عين المكان. الصحيفة الفرنسية التي أكدت أن التجربة قد يوسع نطاقها للكشف عن إصابات بأنواع أخرى من السرطان أشارت إلى أنها ستبدأ في سبتمبر المقبل. نختم إذن نحن وإياكم مشاهدينا الأعزاء هذه الجولة بخبر من صحيفة The Independent حيث عنونت بالآتي: فيضانات قياسية تهدد بكارثة لأكبر سد في العالم. ضربت الفيضانات الشديدة أكبر سد في العالم في الصين، والذي سجل أكبر تدفق للمياه في تاريخه، مما دفع المسؤولين إلى طمأنة المواطنين بأنه سيصمد، وبلغت التدفقات الوافدة إلى سد الخوانق الثلاثة لتوليد الطاقة الكهرومغنية 75 مليون لتر من المياه في ثانية. وسيمثل خرق السد وهو عمل هندسي مثير للجدل وغير مسبوق على طول نهر اليانغتسي كارثة حقيقية للصين التي استغرقت 12 عاما لبنائه في مشروع ضخم، بما أدى إلى نزوح الملايين وغمر مساحات من الأرض. نأتي بكم الآن إلى آخر فقرة الصحافة وهي فقرة الرسوم الكاريكاتورية لنشاهد. We'll be right back.
بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام البرنامج. نشكركم على حسن المتابعة، لا تنسوا متابعتنا الأسبوع المقبل، ولا تنسوا كذلك متابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب قناة عدن الفضائية أدن تي في. أمان الله.